عافية الشباب والله. نحن الآن في الجنوب التركي في مدينة شاليه أورفا بتاريخ 28/3/2023، نقوم بتوزيع وجبات إفطار الصيام على العوائل الفقيرة والمحتاجين من الأرامل. جزاكم الله خير وكتب أجركم، سألين الله عز وجل أن يتقبل منكم هذا الخير وهذا العطاء الذي تقدمونه لإخوانكم في شهر رمضان المبارك. ونقدم رسالة شكر للأخوة المتبرعين على تذكر إخوانهم ومساعدتهم في هذا الشهر لتأمين قوت يومهم. جزاكم الله خير وكتب أجركم.